صباح الخير. القدس في مجلس الأمن على وقع التظاهرات في عواصم العالم، ورغم الإخفاءات الأممية بالقضية الفلسطينية بتبقى الأمال معلقة على موقف الشارع الفلسطيني الصامد رغم آلة العنف والقمع. أما بالداخل اللبناني فالحركة السياسية ما توقفت رغم دخولنا بعطلة الأعياد، فبين الملف النفطي اللي سلك طريقه القانونية وبين التحضيرات للانتخابات النيابية بأيار وبين دقة الوضع بالمنطقة، بتبقى مراكز القرار من السراي الحكومي إلى بعبدة محط للقاءات ظاهرة معايدة بالأعياد، أما بطنها فالسياسة بامتياز. لهوات جمع العمولات والطوابع النادرة مساحة للتلاقي وتبادل الخبرات والمجموعات النادرة. بهالإطار نظم النادي اللبناني لهوات العمولات معرض تحت عنوان من عمر وطن، اختصر أبرز المحطات بتاريخ لبنان الحديث من خلال العمولات والطوابع، وكل التفاصيل بهالتقرير. في توثيق كل فتره من فتره الرئاسه معموله لحالها يوم يوم، مثلا زياره تنقول البابا بزور بفرجيك اليوبيل الرحمه، طلع بلشي من هون. كل شغله موثقه، كاتب نبذه عن شو قال الرئيس بوقتها وبعته هو ذاته مع طوابع ختمها بتاريخ معين وراجع عملها تابلو. رائعة جدا، رائعة رائعة. في توثيق في موضوع محدد، بهني عليه الأستاذ وارف. هو معرض أراد من خلاله الباحث وارف قميحة رئيس النادي اللبناني لهوات الطوابع والعملات أنه يوثق أحداث سنة من عمر وطن ويصور أبرز محطات عهد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. فنظم معرض بقصر اليونسكو ضمن أبرز أحداث العهد الجديد موثقة بطوابع وملفات بريدية، فاستمر المعرض لمدة 3 أيام، وذلك برعاية وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية دكتور بيير رفول. احنا بكل حدث او محطة تاريخية من خلال العام الماضي كنا احنا موثقين بختم بريدي ياخذ تاريخ الحدث ونبعته بخلال رساله، ابعته بخلال رساله بريديه على الصندوق البريدي وبعدين نجمعه لصار عند المجموعه. عم نحكي عن 320 لوحه او 320 محطه من عهد فخامه الرئيس، وهذا شيء حلو كثير، وهودي لاولادنا بعدين الصغار والكبار بيقدروا يفهموا بالصوره شو مرق بهالعهد او بالعهود اللي جايه، خاصه قصه الطوابع. الطوابع اذا بتفوتي على المجموعات الطوابع بتعرفي تاريخ كل بلد بالعالم من ورا طوابعه. هالعمل هيدا اخذ جهد مضني ومتابعه حثيثه، بحيث انه صور الوقائع او الاحداث حسب حصولها وارفقها بطابع. هدول القصص عن جد فيها ثقافه وفيها تراث وفيها لنضلنا نحن مذكرين التاريخ تبعنا والشو اسمه. هيدي النقطه مثلا عم بحاول مثلا يدخل ان ولادنا شوي بالموضوع، يعني انه عم بحاول يعودهم انه فكره الطابع كيف حلوه بشو مرتبطه تاريخيا. جديده علينا هيدي الفكره، الصوره بتحكي، الصوره بتحكي فعل، بتفرجينا نحن قديش العمل مجسد بلوحة صغيرة أو بصورة معينة. منتابع حلقتنا مهتدي الحج عازف البيانو يلي قدر ينقل الموسيقى الكلاسيكية من الطابع النخبوي ويجعلها بمتناول الجميع. تم تكريمه ضمن فعاليات معرض الكتاب العربي خلال أمسية موسيقية قدم خلالها مجموعة من المعزوفات الكلاسيكية. زميلتنا باميلا نبهان كانت حاضرة ورجعت بهالتقرير. Thank you.
اسم جديد وشاب انضمن للموسيقيين النادرين المتخصصين بالموسيقى الكلاسيكية بلبنان، لأتقنوا العزف وجعلوا الموسيقى الكلاسيكية بمتناول الجميع. اسم مهتدي الحج شاب المحترف لما زال بأول مسيرته الموسيقية، ولكن لتمكن لغاية اليوم بحصد العديد من الجوائز والتكريم نسبة لعطائه بعالم الموسيقى، وآخرة تكريم قدم له نادي الثقافة العربي ضمن فعاليات معرض كتاب العربي خلال أمسية موسيقية قدمها مهتدي الحج على آلته البيانو. عن جد التحية الأولى والأخيرة هي للجمهور، لأنه هو اللي عم يحييها لهالموسيقى. هاي الموسيقى الكلاسيكية كانت كل عمرها بالقصور، وكانت كل عمرها للملوك والطبقة البرجوازية. اللي عم نحاول نعمله نحن وهالجمهور هذا وحضرتكم الوسائل الإعلامية المحترمة أن تضوي على هالأمسيات بعزف لبنان. طبعا هذه واحدة من الأمور اللي بيتميز فيها معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، مش بس موضوع الكتاب، كمان الفنون التانية، الفنون التشكيلية والفنون اللي بيتميز فيها بعض الفنانين الكبار مثل الأستاذ مهتدي الحاج. كل شاب بيرفع اسم لبنان عالي هو من الشباب اللي نحن بنعتز فيهم وبنفتخر فيهم وبنتمنى لهم دائما انه مستقبل باهر. مهتدي كتير شاطر مجتهد، مهتدي بيتدرب 8 ساعات باليوم. عبقري ووصل للعالمية وكتير بنفتخر فيه. كل هذه أشياء بتتجمع مع بعضها، والنادي الثقافي العربي كتير عم بيهتم بهالمواضيع هذه، عشان هيك نحن بنشجعهم. بقلب قاعة عجت بالناس قدم مهتدي خلال ساعتين من الوقت مجموعة من المقطوعات الصعبة والمعقدة تراوحت ما بين شوبير، فرانس ليست، شوبان وغيرهم، فاستمتع الحضور بأجمل المعزوفات الكلاسيكية. نجح مهتدي بنقل الموسيقى الكلاسيكية من الطابع النخبوي اللي انطبعت فيه لجعلها بمتناول الجميع. نحن دائما عم نتابع كونسرتات وين ما كان، حتى بالخارج عم نعرف شو عم يعمل برا. عزفه بيدخل للشخص مباشرة لجوا، يعني ما بحاجة انه شغل راسي او فكر انه اعطي رأي شخصي بعزفه لمهتدي. عودنا معرض الكتاب العربي بهالنشاطات هيدي، يعني بتابع مع المعرض مع الرسومات مع اللوحات مع الكتب، يمر شيء هيك لمسة شاعرية مهضومة كتير. أكيد البيانو والموسيقى والكلاسيك بتهذب النفس مثل الفن ومثل الكتب اللي بنقرأ، وشيء كتير حلو يعني عن جد. والله نشاط كتير حلو، والواحد بيتشجع إنه يجي ويتعرف على كل الناس اللي بيمارسوا هالهوية هون. المعرض كمان، المعرض الكتاب كمان بيشجع الناس كلها تجي لهون. ممتازة يعني، وفعلا هلا عم نحكي ورغم الحل اللي عم بيصير ممتاز. إلى السؤال اليومي توجهنا لكم بسؤال: شو يعني لعب الفار بحبه؟ أجوبتكم بهالتقرير من بعد بريك ومنرجع. لعب الفار بحبه يعني شك، يعني مثلا أنت قلتي لي شيء أنا ما صدقته، شك إنه شكيت بالأقوال اللي قلتي لي إياها. وليش لعب الفار؟ شو بعرفني أنت جاي تستلميني هلا حلي عني. الفار ما في فار، لا بيكون الواحد يعني شاكك بشي، يعني شك بحدا، يعني بيقول لعب الفار بعبه. مش فار بمعنى الفار، فار جسمه من الداخل طبعا بيهرب من اللبسان، منين بده يهرب؟ طبعا جيري. لا معقولة؟ لعبة فعل ماضي، فار فعل بيعب هجاء حرف جار ومجرور. شو؟ ما في فار. ما في؟ لا. لعب الفار بعبه يعني انشغل باله. لا ما كان يلعب بلعب، ليش؟ وكان فيران فلت بالبيوت، كان في فيران بلا، كان في بس كان في مكافحة يعني كمان فيران. بيعالوا مش بيعبوا، عفوا مش بيعبوا، بيعالوا عبوا. هذا حرام منحضنه لانه بكون خوفين مشان هيك تخبي، عرفتي كيف؟ حط له ملطش يعني. هلا بتحط له ملطش بتيجي مرته عم تاخذ مصاري بدل ما يعلق الفوق بتاع ايده جوا، عرفتي كيف؟ يعني صار شاكك هذا العب.
الفار عم يلعب بعبي. هذه كمان مثل قديم لبناني، يعني عبو مثلا هذا هون لعب يعني تحت الباط، هذا عبو يعني لعب الفار بعبو يعني إلي شغل باله إنه الواحد صار في عنده شك، صار في عنده قلق، والفار بعبو هو عبو يعني صدره، لا عندي لا فار ولا عندي رحمة الله. لعب الفار بعبو يعني شك بشي، ضن بشي جوا هون جوات تيابه يعني. لعب الفار بعبو يعني بلش يخاف، بإيده وبإجري بيلعب الفار عبو ما في. الله يطول بعمرك، بدي منك هالخدمة، دلي بالك على حرامية الكهرباء لحتى اللي يتمتع الشعب بحياته، وفي 600 مليون فار بالدولة. لاعب الفار بيعبو توغوس من فكرة أو أنه ما بعرف قاله ايه ما بدي أسألك شو يعني لاعب الفار بيعبو؟ يعني شك شك؟ يعني عم يشك، بيقولوا لك مثلا شاكك بفلان انه هو اللي عامل هالعمله. بحب الكيبورد ما بحب الفاره. ده انا كويس قوي وانت كويسه. سامع المثل اللي بيقول لعب الفار بعبو؟ ماله طب انا فار. يعني شك في الحاجه، ما هو تقول لعب الفار في عبو خلاص عبو صار في فار عبو عبو لعب الفار بعبو. نقز يعني عم بيخاف العين الصدر من جوا، يعني مخزن اسراره مخزن مشاعره. طيب اوكي بيسلموا باي.